ازيكم؟ اول ما افتكرته بقالي كتير مستني ان حد يحط اي بوست على الشانل بتاعتي او حد يعلق على الفيديوهات او كده. محدش بيعلق ولا حد بيعمل اي حاجة. مش ممكن كده، دي مش طريقة. امال الفيديوهات دي بعملها لمين؟ انا كل حاجة بعملها عشان خاطركم. كم حد في حياتكم بتقابلوه او بتكلموه في التليفون بتلاقي هو ده الاتيتيود بتاعه، ان هو اول لما بتكلمه بيروح داخل فيك شمال، عايز يلومك ومش عاجبه اللي انت بتقوله، وتكلمه في التليفون يقول لك انت فينك من زمان، ما بتسالش عليا خالص، كان انا مش موجود في حياتك، ولا انت مش عارف ايه، ولا انت مش عارف ايه. طب ما لو انت مش عايز، يعني لو انت عايزني وانا وحشك، طب ما تكلمني في التليفون. طيب الناس اللي انت بتكلمهم ساعات يقول لك ما اصل انا كل حاجه عشان خاطرك، اصل انت انا حياتي كلها مضحي عشان خاطرك. وده كمان بيحصل كتير قوي من الاباء للابناء، عشان بيبقى في داينامكس مش مظبطه شويه في علاقتهم ببعض. المشكله في الحته دي ان الناس اللي بتلوم هي بتحب تلوم، فده مش مشكلتنا، هنتكلم عنهم كمان شويه. المشكله في الشخص اللي بيتلام. الشخص اللي بيتلام ده المشكله الكبيره بتاعته ان هو مش عايز يتلام. بس الحقيقه كون ان حد بيلومك دي مشكلته هو. انت بقى بتتعامل ازاي مع اللوم ده؟ هل بتاخده جزء من شخصيتك؟ هل بتتخيل ان اللوم ده بيديفاين يو از ا كاركتر، بيعمل لك مشكله معينه، او اللوم ده انت مش نفسك ان ما حدش يلومك، نفسك انك دايما تكون انسان كويس او في عيون الناس تانيين؟ دي كارثه، لان في الحقيقه طول ما انت بتحاول ترضي الناس تانيين فانت دايما هتخسر نفسك في البروسس، في الطريقه، او في العمليه اللي انت بتمر بيها. الحقيقه ان لوم الناس التانيين ليك دي مشكلتهم هم، مش هتقدر تغيرها. لو حد حب يلومك مش هتقدر تغير الكلام ده، لان هو الحقيقه هو شخص اللي عايز يلوم ده، هو عنده النيد دي لسبب او لاخر. انت بقى تتعامل ازاي مع اللوم ده؟ دي مشكلتك انت. الناس اللي دايما بتبقى نفسها ان الناس كلها تبصم وتديها فاليديشن ان هم ناس كويسين بيفضلوا طول عمرهم تحت رحمه الناس. ولو انا طول عمري نفسي ان الناس كلها تقول ان انا كويس، او الناس كلها تقول ان انا مظبوط، او الناس كلها تقول ان انا مفيش زيي، او ان انا معمد ما بعملش حاجات غلط، وده جزء من التربيه، ان احنا تربينا دايما ان البني ادم الكويس او الولد الكويس هو اللي بيسمع الكلام، هو اللي بيعمل كل حاجه الناس بتقول له عليها، هو اللي دايما بيقولش لا and so on. فبنطلع عندنا خوف ان احنا نقول لا. والحقيقه ان كلمه لا، او انك تقدر تقول لا من غير ما تحس بشعور بالذنب، دي حاجه مهمه جدا في التطور بتاع اي شخص في الدنيا. ده من ناحيه الناس اللي بتلوم، وانت تتعامل معاهم ازاي. مهم قوي ان انت يكون عندك القدره ان انت خلاص، انت الناس بتلومك هتعمل ايه؟ مفيش حاجه ممكن تعملها. انت تحاول تكون انسان كويس، بس عمرك ما هترضي الناس كلها. زي القصه بتاعت جحا لما كان مره ماشي هو وابنه واشتروا حمار، فهم راجعين فقالوا هما الاثنين ركبوا على الحمار، فالناس بصوا عليهم وقالوا لهم ايه ده، انت وابنك راكبين على الحمار؟ مفيش عندكم رحمه؟ حرام، ده حمار واحد بس وانتوا اثنين تقال عليه. فجحا راح نازل وخلى ابنه يركب، فالناس بصت عليه وقالت ايه ده، بقى الراجل الكبير ماشي وابنه الصغير هو اللي راكب؟ ما بقاش فيه اخلاق خالص. فجحا راح مغير رايه وراح راكب هو الحمار وابنه ماشي جنب الحمار. بعد شويه الناس بصت عليهم وقالت شوفوا قلة الأدب، ده الولد الصغير اسمه إيه ده، اللي أصلا مش قادر يستحمل يمشي هو اللي ماشي، والأب الكبير اللي ربنا مديله صحة هو راكب الحمار. فبعد كده جحا ما عجبوش كلام، راح نازل هو وابنه ومشوا جنب الحمار. الناس بصت عليهم وقالت شوفوا الناس الهبل، معاهم حمار وهم الاتنين مش قادرين يركبوا فوقيه. عمرك ما هترضي كل الناس، فلازم لازم تتقبل فكره ان انت الناس هتلومك، والناس لو لمتك بص للموضوع تشوف ايه اللي ممكن يكون كلامه صح، او ايه اللي ممكن يكون في حاجه ممكن احسنها في نفسي انا ككاركتر او انا كشخصيه. انما ما تاخدش كلام الناس عنك او لومهم ليك او رضاهم او عدم رضاهم عنك كحاجه هتديفاين يو، او حاجه هتحددك انت كشخصيه، او حاجه هتديك انت شعور بان انت كويس او انت وحش. ده من ناحية تقبلك للوم. من ناحية تانية بقى، انت لو شخص بيلوم ايه الهدف؟ يعني فكر كده، لو انت انسان بتلوم الناس ايه التطور اللي هيحصل في الناس لما يتلام؟
هل لو انت حد كلمك في التليفون وانت قعدت تبخ في وشه وتقول له انت فين وتوك ما افتكرت وانت مش عارف ايه وانا ملياش ابن او انا ما عمري ما خلفت، هل ده مثلا هيخلي الشخص التاني مبسوط؟ هل هيخليه بعد كده مثلا الشخص ده هيبقى نفسه يكلمك؟ كتير قوي مننا لما بنكلم ناس ويبخ في وشنا كده مش عايزين نكلمهم تاني. انا في ناس من صحابي ما بكلمهمش كتير عشان خاطر اول لما اكلمهم بيقعدوا يقولوا لي ايه ده وانت فين وانت مش عارف ايه ما تسالش عننا وانت اتغيرت فطبعا مش هبقى سعيد ان انا اكلمه. واللوم نفسه لوم اللوم كلمت طبعا قبل كده في فيديوهات تانية على النفس اللوامه والكلام ده، انما اللوم نفسه كطبيعه او كحاجه انا بعملها ما بتفيدش حد بحاجه. حتى لو الشخص عمل الحاجه دي مره مرتين 10 مرات عشان هو مش عايز يتلام بس ما بقاش بيعملها بنفس، ما بقاش سعيد وهو بيعملها. وانت اللي انت عايزه لو انت حد بالنسبه لك انت بتحبه مش عايز يعمل حاجه مش عايز يعملها. لو انت بتحب حد فعلا بلاش تلومه، عبر له لو في حاجه مضايقاك او لو في حاجه انت فهمتها بشكل معين فانت عايز تعرف منه هل الحكايه دي فعلا بجد كده ولا كان ليه هو وجهه نظر تانية. انما لومك للشخص على طول ده مش حاجه كويسه، هيخلي ناس كتير قوي من صحابك مش عايزين يعرفوك، وهيخليك انت نفسك علاقاتك بالناس علاقات فيها شعور بان هم مفروض عليهم حاجه مش هم بيعملوها بنفس، لان ما فيش حد بيعمل حاجه بنفس لو هو متلام عليها طول الوقت. ففي رايي الشخصي اللوم ده طلعه كده وارميه في الزباله. شكرا.